هو سعد صور حدا؟ لا غنجيب لك اختها بصح هي صغيره سعد هيدي ماما ايش كي نوميرو يو كرو كي دون نوميرو مين بالي لا بدي درت ديك دي انايا اي 34.32 نو سي لحد هادي غير خليها راه تشكر خليها غادي نجيب تقيس نمره صغيره خليها تجي خليها تجلك هادو زوينين نقلب على شي تيندا شي محل باش نشري لولدي شي تريكويات اختي ما لقيتش اختي هذا عاد جديد هذا المحل عاد جديد ديال هذا المحل عاد جديد ديال الفراش فراش اش ناس انا عاد جديد خدت بردين انت كنت شريتها هاد العام بحالها عندك هادي صحتك سعيده قداش الرجلين هادي شحال النمره شحال النمره شحال هي فيها النمره هنايا 32 النمره 32 والبردين الاخرى الحنشة فيها في 34 هلاو بنات كي داير لاباس عليكم كبيداتي مزيانين توحشتكم بزاف 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 يا اختي وليت نغبر يا اختي على مورا وليت غبر الخدمه داتني البنات ما عندي ما غادي ندير الله غالب ما علينا كبيداتي نتمنى انكم تكونوا مزيانين تكونوا يكون المورال طالع تكونوا كاملين بخير وعلى خير كما شفتوا في الفيديو اشنو شريت والخلصه ديالي ديال الخدمه جديده غادي نوريكم كامل كل شيء ماشي خلصه كامله ما نوريكم شنو شريت منها المهم ماشي كل شيء شريت الحوايج ماشي كل شيء صيفطت للمغرب راكو عارفين هنايا شريت غير ثلاثه الحوايج كتخرج 150 اورو 160 الاورو المهم علينا راه غير التقضيه انايا التقضيه نتاع السيمانه راه كنخسر فيها 180 حتى 190 حتى 200 التقضيه ديال السيمانه اقسم بالله كي كيكون فيها اللحم لحقاش انا نجيب دائما اللحم لهلا يوريكم هم كنجيب بزايد ديك الاسبوع السيمانه اللي كنجي فيها اللحم ونجي فيها الدجاج ونجي فيها اللحم ديال لاداند ونجيب فيها القن القنين الكونيخو كنتقام لي حتى 200 الاورو في سيمانه وحده ولكن داك الدجاج وداك اللحومات كلشي كنشري مثلا مره في ثلاثه السيمانات فهمتوا البنات اما ملي كنشري غير ريفيتايما والسقاطه وكلشي كنحط فيها 140 150 160 بعد مرات كان كي كنلقى الثلاجه خاويه البلاكارات خاويين كنحط فيها واحد 190 195 اورو بحال الاسبوع اللي فات المهم هذاك راه شاركت معكم في التيك توك غادي نخلي لكم التيك توك والانستغرام والرقم ديالي اللي بغى يتواصل معايا على الخدمه الناس ديال المغرب لا الناس ديال اوروبا اللي بالوراق ديالهم ما علينا غادي نوريكم البنات اشنو شريت من الحوايج ايا نبداو
المهم بتخسي ما عرفش واش كان بان واش ما كان بانش. بدلكم شنو باش نبدا؟ اوكي عاد نبدلكم بهاد الجواكيطه. هاد الجواكيطه هادي جايه نصكم، جايه فيها الريش وفيها الكوير. ها هي كتجي لابسه، كتجي في اللبسه غير نصكم ومن قدام طويله ومن اللور قصيره. هذه الثمن ديالها هذه الثمن ديالها 36 الاورو. نوريها لكم دابا. ها هي البنات، انا سرحتها لكم هنايا، شوفوا الجيوب هما هادو، هانتوما صراحه زوينه، كتجي هميه في اللبسه. 30 الاورو الربا، خا ما بقاوش دايرينها البنات، سالاو سالاو. ماركه يا اختي ما عرفتش، المهم جو ايمي، المهم ماركه ديال باري. هادو كاملين البنات راكم غتشوفوني لابساهم ان شاء الله. في اللبسه راه كيبان تبان حاجه اخرى. وشريت هاد الجاكيط هادي اللي كتجي كتحمق في اللبسه وكتجي قصيره، غير هنا كتجي، كتجي واعره فنه، فيها من الفوق الكوير الكحل ومن التحت فيها الدان، وفيها واحد الخويطات هنايا كتعطي واحد المنظر زوين للبسه. وفيها الجويبات هنا، ما غادي نسرحها لكم حتى هي ونقول لكم الثمن ديالها شحال. ها هي البنات، ها هي شوفوا كي داير هنايا دان وهنا كوير في اليديدات. ها هي دايره، تعجبني في هاد البنطه هكا، كتجي في اليد مشدوده مجموعه في اليد، ما كتجيش مسربنه هكا. وهاد الخويطات هكا عاوتاني طابعينها القفيفلات، بصراحه عجبتني. الثمن ديالها وي ما حيت البلاكه يا ناري اختي، لا ما حيتهاش. الثمن ديالها 20 الاورو والماركه ايطاليا. وليت كتدخل بزاف عرفتوا الحوايج ديال ايطاليا، راه لبسي فيهم وعاودي البنات حوايج ايطاليا ما شاء الله صراحه. ها هي زوينه فنه، كتجي قصيره في اللبسه، المهم ملي كتكون ملبوسه كتبان في شي شكل في المنظر. هانتوما الجواكيطه الثانيه اللي دايره بحال قمجه، بحال المهم فيها الجيوب هنايا، فيها هكا صراحه عجبتني بزاف. واحد التينده لقيتها معلقاها مع الحوايج ديال العيالات، واليوم مشيت لاكانيادا ولقيتهم معلقينهم مع الحوايج ديال الرجال ما عرفتش. المهم عجبتني شريتها، كانت ديال الرجال هي هذيك، كانت ديال النساء هي هذيك. ها هي مسخيخنا عرفتو، رطيبه ودير هذا الوقت اللي يعني ما ما برد ما سخانه. والصراحه عجبتني، غادي نسرحها لكم بحال الاخرى. هذه الثمن ديالها 25 الاورو. ها هي حتى هي كتجي بحال اللي دايره هكا في اللبسه وزويونه يا ممسي بالقميجه. المهم انا قيستها جاتني غزيوله مع الشعر هكا، يكون مطلوق، يكون مطلوق هكا مشوط ولا مكريبي، كيجي هكا مع السر مع الكولون والبوتيو، كيجي كيحمق. بغات تكون ديال الرجال ولا ديال والله ما على بالي. الماركه يا اختي مود ان ايطالي، ماركه ايطاليا، هذه ماركه ديال ايطاليا. المهم 25 الاورو مزويونه حتى هي عجبتني. ايوا اختي الله يزيد الخير، الله يقوي الخير اختي، الله يقوي الخير. مع هذوك الجواكطات بزوج فيهم الكوير، الاولى اللي قلت وريتها لكم ديك المشعره، مع هذه شريت لهم سروال كوير ولكن في شي شكل. شوف كيفاش شوفوا كي داير، هذا راه جاي كوير ماشي كوير، جلد هو جي بحال الكولو من التحت، هذا كيجي كيحمق معاه واحد البوتيو حتى هو شريتو، غادي نوريه لكم. غير كنت هرب من داك البوتيو ما بغيتش نشريه، وشت البنات لابسينو وجاي طوب في اللبسه وشريتو. اي عرفتو انا شفتو اول مره بقيت نقول اخ يا وفي التالي شريتو. ها هو البنات، حتى البنات اللي عندهم الكرش كيجمع الكرش
في هاد البوندة هادي كتجمع الكرش. شوفوا كي جاي ما جايش سامبل، يعني عطي واحد الطوكي، هاد اللعيبات عطينا واحد اللمسة ديالهم هانتوما زويون صراحة، عجبني باش نلبسو مع لاد سميتو. والثمن ديالو هو 17 أورو. علاش اختي دخلت نخدم باش نبرع راسي، ما نكذبش عليكم البنات، في ديك الخدمه ديال الشوارف كنت مغبونه، راه كنترجعوا الفيديوهات تلقاوني نلبس غير في نفس الحوايج. انا اصلا ما عندي قصور في الحوايج، يعني عادي كلبست كما لبستش، ما نكذبش عليكم كلبست كما لبست، ولكن كي كتعجبني الحاجه الا ما شريتهاش كنمرض، داكشي علاش ما كنخرج، ما كنبغيش نخرج، كتكون شاداني الحزقه حشاكم، ما كنبغيش نخرج. هاد التريكو عاوتاني عجبني بزاف، هاد التريكو هذا غادي نوري لكم هانتوما فين جاي. هذا غير مع واحد الليبه مع واحد البوتيو وواحد السبيط مول تحت لحقاش كيبين اللحم هذا. الوغ شريت له واحد السبيط مكحله غادي نوريها لكم، هي 3 أورو، هذيك رخيصه هي 3 أورو. المهم حتى هذا هاد الحويجات البنات تقدروا تشوفوني لابساهم من قبل، مي المغزى ديال الفيديو اولا الموضوع ديال الفيديو ان هاد الحويجات هادو شريتهم من الفلوس ديال الخدمه ديالي. هاد التريكو شريتو 17 الاورو اللي حمق البنات، اللون ديالو زيتي غير كيبان هكا، ما عرفتش عارفه علاش كيبان هاد اللون هكا، يعني اما اللون الحقيقي ديالو زيتي يعني خضر، المهم زيتي. صراحة يعني هاد الخدمة والله العظيم البنات الا كتحيدوا بها الغبن تقلعوا الغبن على روحكم. انا يعني راه بينت لكم غير شوية يعني من داكشي اللي تخلص، اما راه درت بزاف ديال الحويجات بالفلوس ديالي. هذا السروال حتى هو ديجا لبستو يمكن جوج مرات ولا حتى هو هذا شي 16-17 أورو هكاك. اللي بغيت نقول لكم البنات هو ان هاد الخدمة ما شاء الله يعني تجيبي بها، انايا صراحة لحد الان باقي واصلة 2000 الأورو، 1900 1100 كل شهر وشهره، ولكن الحمد لله راه تجيبي غير 1000 ولا 1100 وانتي في دارك، يعني راه ما شاء الله الخير والبركة. عاد صفت عاوتاني المغرب غنوري لكم دابا شحال صفت غير في شهر واحد من الخدمة ديالي. فوالا البنات هذيك السيوة ديال ولدي صراحة تصدمت من قالت لي 70 الأورو وانا ما كنرضاش انني نرجع لشي حاجة. المهم خلصتها وكملت، صراحة ما يستاهلوش 70 أورو، ماشي زعما خسارة في ولدي ولا ما عنديش الفلوس ولا، ما يستاهلوش 70 الأورو. داك التريكو الاول اللي وريته لكم كاع مشكر واسع، مانيش عارفة كيفاش عميتو جبتو، حيتاش حنايا هاد البوبلو اللي ساكنة فيه البرد، يعني الصباح ولدي ملي يمشي يقرا ضروري خصو تريكويات هكا خفاف ديال اليدين. المهم شريت هاد الشورت به بالصفيط ما ديالو، هذا تريكو حتى هو باليدين، هذا ما حملو ما قبلو ما بغاش كاع ما بغاش يلبسو شي حويجات، راه ديجا لابسهم بعدا في الماشينه راه يتصبنوا، ولكن هادو هما اللي شريتهم خلصتهم ب 70 الأورو، هادو اللي كنوريكم دابا، اما الاخرين شريتهم من جهه اخرى. هذا حتى هو ديجا لبسو، هذا لبسو مره صافي ما بغاش يلبسو صافي، يعني هادو راه غيتجمعوا غيتصيفطوا للمغرب تصدقهم ما في سبيل الله وصافي، يعني ما نعرف راكو عارفين حنايا كي كتكون كي كتكوني منك الام ومنك الاب كتبغي تشري كلشي لولدك ولا بنتك وتجيبي لها كلشي وما ينقص والو. ايوا يا اختي واش غادي نقول لك، هادشي اللي عطى الله. هذا 21 الأورو هاد الشورت هذا، ما نعرف واش غيلبسوا ولا ما يلبسوش، هو ما عندوش مع هاد الستيلات اختي، هو مرجل اختي هو مرجل، وهذا بحال شويه كلاسيكي، ما نعرف واش غيعجبو ولا ما يعجبوش. المهم عجبو صحة ما عجبوش حتى يتصفط للمغرب في سبيل الله، ما خاسرين والو. اي فوالا البنات هادشي اللي كاين، البنات اللي باغيين يخدموا مرحبا بهم، نفهمكم الخدمه نشرح لكم الخدمه، النمره تاع التليفون في التعاليق. البوتيو هو هذا اللي قلت لكم ما حملته ما قبلتو، ولكن شفت البنات لابسينو جاي زوين في الرجل، هذا راه شريته حتى هو من الفلوس ديال الخدمه ديالي، وقيلا شي 18 ولا 19 الأورو، من خرجوا كانوا يديروا شي 40 ولا 50، خرجوا هادي عام ولا عامين باش خرجوا. اي فوالا كبيداتي، هنايا جبت مصاريف جبت شويه مصروف كعفوا شويه دانون شويه هادي شويه هادي شويه هادي، الحويجات اللي خاصين تاع السيمانه فقط، انا كنجيب بالسيمانه البنات لان دانون كيخسر، الحليب حتى هو كنجيب على حساب السيمانه، يعني 2 يوترو 3 يوترو هكاك. الخضيره حتى هي على حساب السيمانه، باش قلت لي رطيه جيت نقول اي فوالا صافي. هادشي اللي كاين الكبيدات ديالي، يعني مي كانت هذيك الازمه اللي فاتت ديال ميركادونا كلشي غالي والماكله غاليه الزيت غالي، الصراحه انا والله ما كيهمنيش، كي كتكوني خدامه وفي ليسات ديالك طالعين وما شاء الله كتخدمي من دارك، يعني كتخدمي مرتاحه، ما كانش اللي يديرونجيك ولا يتحرش بيك ولا يتعدى عليك ولا تجي واحد القرشه عقروشه تقول لك سيقي هنا نشفي هنا ديري من لهيه، يعني كتخدمي على راحتك. هادشي اللي كاين البنات اللي باغيه تفهموا يعني مهتمه كلشي دوز عندي الواتساب ونفهمها ان شاء الله ونشرح ليها كل شيء.
اي فوالا الكويدات ديالي هذا الشيء اللي كاين. نوريكم الخلصات يعني شنو سميتو الفليسات اللي صفط المغرب. اي فوالا هي هذه الكويدات ديالي. ما كانش كيما الخدمه الصراحه. الخدمه زينه وديري بها بزاف ديال الحوايج. الخلصه راه كتوصل حتى ل 21 مليون 30 مليون البنات. راه البنات كيشدوا راه غتدخلي ان شاء الله عندي دخلي عندي الواتساب وغنوريكم كلشي الخلصات ديال البنات كلشي تشوفوه بعينيكم. راه البلا بلا وديك الهضره المزوقه راه ما عنديش البنات. اي فوالا نوريكم شنو شحال صفط المغرب وهي هذه. والله يسهل عليكم حتى نتوما ويحن عليكم حتى نتوما ان شاء الله. فوالا كبيداتي. وهنايا كبيداتي واحد الابليكاسيون سميتها تاب تاب. كنصيفط الفلوس غير من الدار وكتخلصي 0 سنتيم. ما كتخلصي حتى شي حاجه. راه غادي نخليها لكم الرابط ديالو في التعاليق. دخلوا وربحوا 5 الاورو فابور. يعني عوض ما تصيفطي لداركم 50 اورو صيفطي غير 45 اورو وهي توصل لها 50 اورو تما. يعني هي تهز 500 درهم وشي حاجه يعني 5 اورو زايده فيك. اي فوالا شوفوا البنات شحال صيفطت في الشهر واحد تقريبا 600 الاورو. اي فوالا كبيداتي هي هذه بنات. الواتساب راه عندكم في التعاليق. اللي بغات تواصل معايا على حساب الخدمه خليت لكم الراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.